مرحبا واهلا وسهلا فيكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بصحة وخير وبركة يا رب. هداك اليوم قلت لكم بدي ارجع اعمل لايف بس ما كان في نصيب. بدنا نحكي شوي على الطاقة هالايام، لانه كتير ناس صايرة عندها خربطة، بدل ما تستفيد من الطاقة قاعدة بتضر حالها. كل عام وانتم بخير للسنة الهجرية الجديدة، وان شاء الله بتنعاد على الجميع بالبركة والحب والخير يا رب على الجميع. المهم هلا احنا حكينا من قبل انه البوابة فتحت الثانية، هي البوابة فاتحة من يوم 7/7، لكن البوابة فتحت الثانية يوم 15، والناس كتير ملاحظة موضوع الهيفنس اللي قاعد بيصير عليهم، التقل، الضغط في الراس زي ما قلت لكم، النوم الزيادة او ما بقدروا يناموا من كتر الانرجي، ممكن تكونوا بتحسوا بتوتر بالعلاقات. امبارح كتير صارت توترات بالعلاقات، ان كان على مستوى المنزل، في العمل، حتى بينك وبين العاملة، حتى لو بينك وبين أولادك وزوجك. امبارح كان الذروة تبع كل شيء. فحاولوا، يعني أنا ما بقول البني آدم ما يطلعش مشاعره، أنا ضد هذا الموضوع. أنا دايما بقول في الأوقات اللي أنا بقدر أستفيد منها، مهم أني أنا الإشي الوحيد اللي أعمله أني على الأقل أكون بفكر في شيء كويس، مركز في منطقة منيحة في حياتي، مش قاعد بركز في الإشي اللي مش منيح. ممكن كمان ناس تعرضوا لأنه انحرق عندهم شغلات في البيت، إضاءات بالمطبخ، أكلات، هذا كله وارد. خليني أفتح الكومنتس. أوكي، فالناس حاسة الانرجي كثير تقيلة، وأنا عارفة هذا الإشي. في ناس زي ما قلت لكم بتنام كتير، في ناس مش قادرة بتنام، في ناس بتحلم أحلام، أشياء بتتضح بالنسبة لإلها، في ناس بتشوف شغلات، وهاي الشغلات مش تنبيه قد ما هي إشارة لأنه الإنسان يعرف وين يركز. تمام حبيبتي، وأنا بحبك كتير. المهم اللي صاير إنه الكل قاعد بروح في المسار الغلط، مش طاقة سلبية يا جماعة، الطاقة عالية، والكل بيبعت هبة أنا تعبان، أنا ليش طلعت لايف؟ حتى أنا مش منزلة اليوم ولا ريلي، يعني مش عادتي، بس الطاقة تعبان، تقيلة، ما فيش إشي اسمه طاقة سلبية وطاقة منيحة وطاقة عاطلة. الطاقة هي تقيلة، يا قوية يا أضعف، بس لما بيكون في أوقات معينة بتكون تقيلة جديد، يعني جديدة، أنا ليش بستطفي لأني بصير مخي مع الكلام. الطاقة هي طاقة، لما بتدخل علي أنا إذا كان جسمي فيه طاقة مش حلوة بتاخد من طاقة جسمي، يعني إذا أنا مثلا عندي مشاعر مش حلوة وجت طاقة تقيلة بتزيد المشاعر السلبية عندي. فيش إشي اسمه طاقة سلبية وطاقة إيجابية في الجو، إحنا بنقول يا إما طاقة تقيلة يا إما طاقة. الطاقة مثلا هذه الأيام فيها انخفاض، لكن ما في إشي اسمه سلبي وطاقة وإيجابي في الطاقة الكونية، هي طاقة. تمام، جسمي أنا هو اللي بيحدد نوعية الطاقة اللي بتدخل له. يعني أنا مثلا حاسة بمشاعر داون تدخل لي طاقة بصير داون زيادة، أنا حاسة بمشاعر عالية بتدخل لي طاقة بأعلى زيادة، عرفتوا؟ أنا حاسس إني نورمال بتدخل لي مشاعر بحسش. في ناس تقولك أنا مش حاسة بإشي. فاللي بدي أوضح لكم إياه إنه كل اللي قاعد بصير معاكم من جواكم، الطاقة قاعدة زي بتقول بتفلتر الداخل، كل ما فلترت الداخل كل ما صار الداخل أكثر زيادة، إن كان من انخفاض أو ارتفاع. تمام، كتير ناس من اللي حضروا الجلسة، صدقا وأمانة كتير ناس من اللي حضروا الجلسة بس قبل ما يمروا 24 ساعة كان متجلي عندهم شغلات رهيبة. فأنا كان ودي أني أنا أكمل باللايف الثاني لكن ما صار نصيب،
لكن انا شرحت وحتى ما نزل اللايف الا اني انشغلت بالفعل. اللهم بدل كل الطاقات الى رزق لكل البشر. اوكي، فانا اللي حصل انه كنت كاتبه لكم التمرين وعامله لكم التمرين وانكم انتوا ايش تسووا من البوابه اللي فاتت، كان ممكن تعيدوا هذا التمرين، وشرحت على اللايف اللي سويته على السريع يوم البوابه. اللي حضر حضر، حضروا مش كتير ناس وقتها، فاللي حضر واستفاد حضر كانت نصيب يعني. لكن لا زال امامكم الباب مفتوح ليوم 25 سيتم اغلاق هذه البوابه. يعني يوم 25 ممكن افكر اعمل جلسه وراح يتم اغلاق هذه البوابه. فاستفيدوا من هذه الايام، ما تستسلموا للانرجي تبعتكم، ما تستسلموا لانه طاقتكم ضعيفه، ما تستسلموا انه اعملوا حمامات مي وملح، اكتبوا، حرروا المشاعر اللي جواكم، طلعوا اللي جواكم، بس ما تضلكم بهاي الطريقه، لانه كميه المسجات لو اوريكم اياها عندي على الصفحه، كميه المسجات اللي بتجيني مشاعر 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 ما بتتخيلوها. هي بس افهمك يا عفاف، الطاقه احنا قلنا في عنا هي الطاقه الكونيه، طاقه كونيه، لكن في اوقات طاقة بتكون فيها أعلى من أوقات، تمام؟ لما تكون في بوابة كونية مفتوحة بسبب طاقة الأرقام، وانتوا عارفين إنه الكون قايم على طاقة الأرقام، لما بقول لك هذه خزعبلات، ما هي هي رياضيات يا جماعة، هي ال 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 الطاقة الكونية والكون قايم على الأرقام، احنا ما فينا نلغي الأرقام من الوجود، الأرقام إشي علمي. لما أنا أقول فتحت بوابة طاقية، فتحت بالفعل بوابة طاقية، والإنرجي للي بقيس زي الإنرجي تبع الإنرجي طاقة المكان أو طاقة الأرض أو الطاقة بشكل عام بيقدر يحدد هذا الشيء، وفي حتى مقاييس بتقدروا تدخلوا وتشوفوها. فالطاقة بتكون في الذروة، لما بتكون الطاقة في الذروة اوتوماتيك ايش اللي بصير؟ سهل اني انا تتجلى عندي الاشياء ان كانت ايجابا او سلبا. يعني الكون ما بيعرف ايش يعني هذا التجلي ايجابي وايش تجلي سلبي، لا، الكون فاهم انه في انرجي قاعده بتدفع هذا الهدف او النيه، وبتعطيه باور ان كان ايجابي او سلبي. عشان هيك الناس اللي دخلوا معايا الورشه تبعت يوم 16 قلت لهم يعني حاولوا انكم تكونوا تركيزكم في المكان اللي بدكم اياه، مش التركيز في الشيء اللي مش موجود، عشان لما التركيز يكون في الاشي اللي مش موجود حيزيد طاقة حرمان عندكم، لانه الكون مش فاهم هو انتوا قاعدين بدكم تتجلى الطاقة الايجابية ولا تتجلى السلبية، او تتجلى النية او عكس النية، تمام؟ هذا اللي كنت بدي اوصله. فللي حاسس الطاقة تقيلة، للي حاسس بتقل في جسمه، للي حاسس انه الدنيا مخربطة، للي صار عنده مشاكل في البيت، للي عنده مشاكل في العمل، حاولوا انكم تقننوا من تصدير المشاعر اللي مش حلوة برا. حاولوا تعملوها بريك يا عم، استقبلي بدون ما ترسلي، حاولوا انكم ما تدخلوا في نقاش حتى لو اللي قدامكم استفزكم، لانه يعني كذا حدا مبارح بالليل يكلمني يقول لي هبة عدنا نتقاتل 4 ساعات واللي 3 ساعات بضلهم، هذا يحكي والتاني يرد، هذا يحكي والتاني يرد، كمان في الشغل، كمان للي داخلين في طلاق يا جماعة، هلأ هاي الفترة الأمور شوية حتكون استرس تقيلة، فحاولوا انكم انتوا تهدوا، اهدوا بأي طريقة، بالكتابة، بالتنفس، بالتقريض، بالسباحة، بالرأس، اللي بريحك سوي، تمام؟ خلينا أشوف الأسئلة ولا أوكي. حكينا قصة النكد، ممتنة لأفكارك، شكرا إلك، حصلت من الفرج الغرامة، معلش لعله خير، في طاقة سلبية، أوكي، تعبانة حيل، الله يبارك لك، شكرا. عن جد لخبطة، أوكي، طاقة الاسم، أنا ما يا يعني جماعة أنا ما لي دخل في الأسماء. طب شو نعمل؟ حكيت الطاقة الإيجابية، الحب، كل شيء جميل فيك يا هبة، شكرا لك أميرة، حبيبة قلبي، والله تغيرت، أوكي، مستفيدة من طاقة هذه الأيام، ممتاز.
ساعتين بس الطاقة كانت تعب. اوكي مفيش اسئلة محددة. مش اللي بيناموا طاقتهم سلبية الانرجي. هلا خليني احكي لكم مثال. في اشخاص لما بنعمل تأمل بيناموا، تمام، الطاقة بتكون اعلى من مستوى طاقتهم فما بتحملوها فبيناموا. طيب في اشخاص بيناموا كتير لما الطاقة بتكون عالية، مش لانه طاقتك سلبية، لانه طاقتك منخفضة عن مستوى الرقمي تبع الطاقة تبع الكون او تبعت التأمل او تبعت المكان. في ناس تدخل اماكن بتنعس. ليش بتنعس؟ لانه طاقتها منخفضة، بتصير الانرجي تقيلة عليها فبتنام. انا دايما سلبية، ليش دايما سلبية وطاقة السفر؟ اعمل الاشياء اللي بحكيها. اريد احكي طاقة المرأة في ايام الدورة كيف تكون، لاننا نحن النساء نمر بمرحلة ضعف. لا تربطي موضوع البيريد في موضوع طاقتك، بس عشان تكوني في الصورة. هي المشكلة صارت وعي جمعي، كل الناس صاروا يقولوا لك المرأة في البيريد ما بتقدر، ما بتعرف تتحرك. ما بنكر انه في ناس بتتعب، انا ما بنكر انه في اجسام اضعف من اجسام، لكن لا تخليها لازمة عندك. يعني مثلا واحدة بيجيها صداع وقت البيريد، بصير كل بيريد يجيها صداع، بتصير الشغلة عندها محفورة بالذاكرة، ذاكرة الجسد عندها بتطلع هذا الشيء فبتجيب لها الصداع لما تكون في بيريد او حتى قبل. اوكي فما تربطي. في ناس وقت البيريد بحسها في قمة نشاطها، بالعكس انت جسمك قاعد بنظف، جسمك قاعد بطهر، يعني المفروض الانرجي تعلى مش مفروض انها تنزل، عرفتي؟ حتى ولو انت قاعدة بتفقدي، عفوا على الكلام، انك انت قاعدة بتفقدي دم او اشي، بس انت بتنظفي جسمك قاعد بتنظف، عرفتي؟ فما تربطوها في بعض. انا اوكي بصير في تغيرات، لكن انا المتحكم في جسدي مش جسد المتحكم فيا. هذه لازم تكون عندك يا قاعده. انا لما بس بحس انه مثلا الحمد لله الحمد لله انا مش بالساهل امرض، لكن لما بمرض يعني مثلا خلينا نقول ارشح او تنزل لوزي، بتعب لاني انا بقعد كتير عشان هذا الاشي يصير. اوكي لكن لما مثلا بيصير معايا اي عرض، اي عرض في جسمي وبستسلم له، انا بستسلم له بتغلب علي. لما مثلا انا ما استسلم له بتلاقي شوية الباور احسن او وضعي الصحي احسن، عرفتي؟ فانا اللي بتحكم في الشيء. لكن لما اسلم، شوفي انا مش ضد انه الانسان وقت ما يكون تعبان يرتاح، انا مع هذا الشيء، انا بحب الراحة، انا حدا بعشق الراحة، ما بكذب وما بحب أتعب جسمي ولا أعطي مجهود ولا يعني مش معناته ما بحبش أتحرك، بس ما بحبش أضغط عليه. لكن مش معنى أني أنا أكون عندي أي عرض جسدي أقوم أنا كنت زمان كتير أستسلم للموضوع وهيك أعيش الدور، هلأ بلشت أحس أنه هذا الإشي بدأ يأزمني، أنا بتضايق فبلشت أتحرك. حتى لما أكون حاسة أنه جسمي شوي اليوم تعبان بسبب رشح، بسبب شيء برد او اشي زي هيك، عرفتوا؟ محتاجة شيء ارفع. اوكي كيف اذا كيف مرات بيقولوا اذا فكرت في شيء تجذبه، مرات يقولوا اذا فكرت في شيء تبعده. اوكي حشرح هذه النقطة. لما انا بقول لك فكري بالشيء، انا لما بفكر بصدر مشاعر. لما اطلع مشاعر، خليني افرض مثلا أنا بدي مبلغ مالي، فكرت بالمبلغ المالي، حاطيكي هذا المثال على النقطتين أنت اللي سألتي عنهم. أنا بدي مبلغ مالي، ماشي، قولي ألف درهم مثلا، أوكي؟ نفرض قلت أنا بدي ألف درهم، طلعت مشاعر حب للمبلغ، استشعار إنه دخل في جيبتي، استشعار إني بديت أصرف واشتريت الشيء اللي بدي إياه. هنا في مشاعر جميلة طلعت، المشاعر عملت ذبذبة معينة لما أنا فكرت بإني أشتري الشيء، هذه الذبذبة توافقت مع ذبذبة المال، هنا أنا بجذب وبس خلاص فكرت ونسيت. أما لما أنا بقول أفكر بالشيء، خليني أفرض أنا فكرت بالألف بعدين إجتني مشاعر، أنت بتضحكي على حالك معكيش ألف، أو مشاعر شعور بالحرمان إني مش قادر أشتري هاي الشغلة،
أو شعور بالحرمان إنه أنا ما عندي هذا المال. الموضوع مقترن مش بالتفكير قد ما هو بالمشاعر. فلما طلعت مشاعر الحرمان صار عندي توافق ذبذبي مع الحرمان ومتبعدت المبلغ عني وجذبت مزيد ومزيد من الحرمان. نفس الشيء لما انت بتقولي فكرت في شيء بتبعده. في ناس ممكن تفكر بالمرحلة الأولى اللي أنا تكلمت عليها، فكرت بالشيء، طلعت مشاعر، بعدين ضليتني كل يوم أفكر أفكر ومتطلعت مشاعر سلبية تجاه المبلغ، أني أنا ما إجاني، ما بقدر يكون عندي هذا المبلغ، مش موجود. فطلعت كمان مشاعر حرمان من كتر التفكير، أني أنا بستنى وبفكر وبطلع مشاعر حرمان، برضو بعدت المبلغ عني. عرفتي؟ هذا الفرق بين أنه أنا بفكر بالشيء بستشعره وبنساه، كثرة التفكير فيه بطلع دليل أني أنا عندي تعلق. تعلق يعني حاجة، يعني عندي مشاعر حرمان. كل ما زادت مشاعر الحرمان كل ما بعد عني الهدف. اللي بدها تجذب حبيبها مثلا زي ما بتقولي، شوفوا، اللي بدها تجذب حدا بتحبه ما تفكرش في الزواج، فكري في العلاقة. أنا ما بقولك يعني ما تحددي، أنت تكلمي معه، حسيتي شخص جدي وبده يتزوج، أوكي، شريكي، أوكي. إذا أنت اشتغلي على وين الخلل عندك اللي ما خلاه هو يجي. شو معتقداتي عن الزواج؟ بكتب ما هي معتقداتي عن الزواج، بفلترها. بكتب ما هي معتقداتي عن الرجل، بكتب ما هي معتقدات المجتمع اللي حوالي عن الزواج. هل أنا عندي أخت مطلقة أو أخت عندها مشاكل أو أخ مطلق؟ بشوف وين إيش الحياة الزوجية اللي حوالي، ببدأ أطلع هاي المعتقدات. حتظهر عندك معتقدات معيقة. زائد أي وحدة ما صح لها إلى الآن إنها تتزوج، أنا نصيحة مني، يا إما خدي ورشة جذب الشريك، يا إما شوفي علاقة أمك وأبوكي كيف. هل عشتي حياة صحية أسرية ولا ما عشتي؟ شو الصورة الذهنية اللي أنت حطاها في بالك عن الزواج؟ تمام؟ لأنه صدقوني كل ما الإنسان اكتسب شغلات، حتى لو مثلا مش بس من أمك وأبوكي، عارفة، ممكن من علاقة أنت مرتي فيها، حبيتي شخص أو انخطبتي وانفسختي، أو طاقة الرجل عندك أو طاقة الأنوثة عندك منخفضة، فأنت بتنفري الشريك مش بتجيبيه. زائد ما تفكريش في فكرة الزواج والحاجة إلى الزواج. حاولي أنك تعملي اكتفاء ذاتي داخلك، حاولي أنك تبني نفسك، حاولي أنك تشتغلي على حالك. كل ما فكرتي بالزواج كل ما بعد. صدقوني هذا الإشي، يعني أنا بحكي لكم إياه وأنا بعرف هذا الكلام. سمعيني هلا؟ اوكي. فبتقعد سنين وسنين وفي الاخر ما بتجذب الشريك او بروح لوحده تانية. ففي شغلات كتير بتشتغليها على حالك وتشوفي. طيب كتير حكيت على الموضوع، اذا بدها تجذب حبيب، اوكي، شو البخور المناسب للحوت؟ انا ما بآمن انه في بخور لهذا وبخور مش لهذا. انتي شوفي مثلا، شغلي المرمية بتضايقك، شغلي بالو سانتو بتضايقك، شغلي ايش اسمه هذا، صندل بدايقك، شغلي روزميري. شوفي انت ايش بتحبي، ينفع اعمل جذب بهاي الفترة؟ بنفع. صح صار في شجار البارحة، بالعادة ما برد ولكن ما سكت. ها، ما انا عارفة اغلب الناس هيك، طاقتي صفر وتعبانة. ما هي طريقة كتابة الامنية؟ يا جماعة مش امنية، الله يخليكم ما تقولوا امنية، اسمها النية. الامنية ما بتتجلى في حياة الانسان. امنية يعني انا بتمنى، يا الله مش موجود مش حيجي. النية يعني أنا بنوي وعلى يقين بتجليها. احفظ البث حاضرين، انت احكي لنا لأنه ما نعرف شو نسأل. ايش احكي؟ طب أنا بضلني احكي عن زور مباح. هل في طريقة لنزول الوزن؟ في طريقة، اصومي مي او اعمل صيام متقطع. ارجع شوي احكي لنا مشان كتابة الورق، ما كتبناها خلص، انتوا بدكم تكتبوا كمان بكفي. محتاجة شيء يزيد من طاقة مكان الدراسة. فعلي ركن الشمال الشرقي، حطي فيه شغلات
لها علاقة بالدراسة بالشهادات، نطفي هاي الطاقة، حطي بخور هناك، حطي روزماري، حطي نوتميج. ايش النوتميج؟ جوزة الطيب، بودرة جوزة الطيب. كيف استفيد من طاقة اليوم؟ عيد ميلادي كل عام وانت بخير، هابي بيرثدي. لما تكوني الانرجي تقيلة عندي بنام، بس بتكشف في المنام، بتكشف في المنام على راح ازعلني. ما فهمتش سؤالك. بتكشف، بتنكشف لك في المنام راح؟ ما عرفت، ما فهمتش السؤال. ممكن تمارين هذه الفترة لسرعة التجاوز. حطيت لكم التمرين يا جماعة، ايش نعمل نستفيد؟ بعدين خليني احكي نقطة انوه عليها. لما انا مثلا بقولكم، خلينا نفرض انا قلت حطوا مي وملح في هذا المكان، ايش نسوي فيه؟ ارموه. حطي مي وملح وليمون، مش حتاكلي الليمون على فكرة، بدك ترميه لانه سحب انرجي. لما اقول حطوا هذه الشغلة بس تخلص مدتها، برميها بزبالة، خلصت خلصت. ازاي اقدر ازود فرصتي للعمل؟ في عندي ورشة جذب الوظيفة، ممكن طريقة لكتابة برضو الأمنية. ما بنكتبش أماني إحنا. أنا صداع صار ليومين. أوكي، أنا فعلا بكون نشطة في البيريد بس طاقات الناس مأثرة علي. تسمحيش لحد يأثر عليكي. بكلكم كتبتوا أمنيات. لا. تكون الساعة، لا مش شرط تكون الساعة 7، أي وقت باليوم. ممكن نتخلص من أوجاع من الطفولة. بتقدري بالكتابة، الكتابة كثير مهمة. اللي بدها تجذب حبيبة كيف تفكر حتى ما تجذب العكس؟ مش كيف تفكري، يعني عيش العلاقة، عيش التفاصيل، عيش التفاصيل. بس انت شوفي وين، ليش التأخير؟ ايش السبب عندك؟ ليش تأخرتي؟ اللي اسمها كوين انجل، ليش تأخر التجلي؟ هل علاقة الام والاب، هل انت عندك اشي مش حلو تجاه الاب او الام؟ هل في اشي كان عندكم في الاسرة محتاجة انك تصححيه داخليا كمشاعر؟ غضب الأطفال علاجه، الأطفال طاقتهم من الآباء. إذا في غضب بكون منعكس من الأبوين. أكو شخص أحبه، شلون أخليه يحبني؟ ما حدش بيخلي حد يحبه، والله هذه أنا ضدها. ما حدش بيخلي حد يحبه، يعني ما حدش بدخل في نوايا الناس، يعني بحسها أوفر الشغلة. كيف أخلي شخص يحبني؟ يعني إذا أنت موجودة معاه في المحيط، تصرفاتك، طريقتك، بس ما بقدر اخلي حد يحبني اذا هو ما، اذا هو مش شايفني، اذا طاقتي مش متوازنه مع طاقته، اذا هو لا يصلح لي، مش غصب عنه حيحبني. طريقه لتسهيل نزول الوزن، اعملي صيام متقطع، اعملي سوبينج، اعملي جوسينج. نزلت لكم هذاك اليوم عن دكتور مندي انها كيف تتكلم، انه كيف الست بتصوم وكيف الرجال بيصوم. نزلت لكم كثير شغلات عن هذا الموضوع. انا منفصله وهو اعزب، ما عرفت شو السؤال الاولاني، كله بده الوزن. بعثت لك سؤال على كويشن بوكس، تفضلي تشوفي اي كويشن بوكس. ما حطي سؤالك، ما بعرف شو السؤال. حياتي كانت دمار قبل، بدي بيع. قصدك مع طليقك؟ اذا انت كنت منفصله وبدك تدخلي في علاقه جديده، مهم يا جماعه انكم تنظفوا طاقه العلاقه القديمه، هذه كثير مهمه. لا تستهونوا فيها لأنكم بتجذبوا بالآخر نفس الأحداث. كيف أني الخصام؟ محاولاتي بالصلح فشلت والخطأ مني، بس ما كنت منتبهة، هسا انتبهت. يعني أنتوا انفصلتوا مثلا ولا إيش اللي صار؟ شوفي دايما الإنسان لما يكون عن جد حاسس بغلطه والموضوع ضايق اللي قدامه، زي ما عرفت تضايقيه تقدر تصلح الموضوع. هل تمرين كتابة النوايا تأثر لما نكون بطاقة؟ مرات مرات. فحاولي لما تكتبي تكوني هاي، يعني مش شرط تكوني كتير هاي بس تكوني هاي. كيف بدي ارتاح؟ او حطي موسيقى روقي، اعملي تنفس بعدين اكتبي، لانه المشاعر بتنحط كمان مع الكتابة. كيف اتخلص من عقدة الذنب وجلد الذات بسبب افكار سلبية وخوف؟ انت عقدة الذنب عندك من ايش؟ احكي لنا، بدنا نسمع ايش عاملة وحاسة بالذنب. شيش في الدنيا بيستاهل انك تحسي عشانه بالذنب. لما غلطتي هديك الوقت، لما انت غلطتي عملتي افضل شيء في وعيك كان بيقدر يعمله. لكن اذا ضليتك تحسي بالذنب، انت مش رح تغيري اللي غلطتي، خلاص تقبلي ما حصل.
لانه كل ما انا بجلد في ذاتي كل ما انا بتراجع الى الأسوأ وأسوأ وأسوأ وبسمح للغير انه يجلدني. اما اني انا لما بعرف غلطي وبحاول اصحح منه حتى لو مش مع الشخص نفسه مع اشخاص تانين ساعتها انا بأكبر، طاقتي بتعلى، اموري بتتحسن وبس. اما لا جلد الذات حينفعك ولا انك تحسي بذنب حتى لو ظلمتي حد. حاولي انك تكفري بطريقة اخرى لكن ما تضلك معلقة في هاي المنطقة، لانه طول ما انا معلق عند ذنبي طول ما انا حامله على ظهري. عرفتي؟ مهم جدا اني انا احرره عشان اعرف انا اتقدم واتحسن. كيف بدي ارتاح؟ ما عم يتيسر امر بيعت بيتي. شوفوا موضوع البيت لما تكوني بحاجة مال بدك تبيعيه لانك محتاجة هلأ الفلوس كثير صعب انه يصير، الا اذا عملتي كل المطلوب عشان تبيعيه وتركتي الموضوع، تركتي يعني مش انه ما سعيتي، اسعي يعني اسعي انك تلاقي طريقة، اسعي انك تنشري تعملي اد، اسعي لانك تشتغلي على الموضوع، لكن دوري على مصدر تاني للمال، ما تضلي مركزة بهذا الموضوع. كل ما بعدتي عن التركيز في موضوع البيع كل ما البيع اجى بسهولة. متى الوقت الصحيح للتبخير؟ لما تحسي انك انت بدك تبخري البيت. الصبح حلو التبخير، قبل المغرب، على الظهرية بعد الاكل، يعني هيك البان الذكر ماله. مساء الخير ليليا، ما فهمت شو ليليا. ممكن تساعديني بطريقة لغض الأطفال والعناد عندهم؟ والله أنا ما فهمتش الكلمة، بس لو تشرحيها أفضل. غضب الأطفال، غضب الأطفال لازم يفرغوا هذا الإنرجي، يفرغوه عن طريق إنك يمشوا على مية، يمشوا على رمل البحر، تدخليهم على البحر، تحطي رجليهم بالرمل. هاي الشغلات كتير بتهدي، لأنه مرات الغضب بيكون إذا مش كهرباء زيادة بيكون في مشاعر محتاجة إنها تطلع. أوكي، تخليهم يتحركوا كتير تنزل هاي المشاعر. وأحيانا الغضب الأم والأب هم اللي لهم أثر فيه. ليش حاسة عينيا هيك صغيرة اليوم؟ مش شايفة أنا ولا نعسانة؟ شنو علاج ألياف الرحم؟ ألياف الرحم لما بتطلع بيكون في عندك رفض للأنوثة تبعتك، مشاعر عار كأنثى، بتحسي إنك يعني شوفوا بدي أقول ألياف الرحم بتطلع عند المرأة بعد ما تحس إنه ممكن إهمال من الرجل، إهمال من أي رجل في حياتك، كان زوجك، كان أبوكي، كان أي رجل في حياتك، رفض الأنوثة تبعتك، خدش للأنوثة تبعتك، مشاعر مركزة عندك من الطفولة على إنك أنثى، عدم القدرة على إنجاب مرات بتعمل ألم في هذا الموضوع، فبتخليك تحسي إنه في شيء خدش الأنوثة عندك. الحسد أو النفس ماله؟ أنا إلي 12 سنة مخلصة دراسة، وهاليومين فكرت أكمل دراسة عليا وبطاقتي كتير عالية. يلا مبروك. مساء الخير، كيف أفرغ الأفكار عن طريق الكتابة؟ يعني اللي بتحسي فيه كتبي. علاج التأجيل، تسويف يعني، تسويف قصدك؟ ولادة الأمر إلها دخل بنقص الطاقة؟ لا، ما بتنقص، بتزود. كيف لو إحنا الأهل طرفين رفضين على الزواج؟ أوكي، لما الأهل يكونوا رفضين من الطرفين بحس إنه أفضل إنك تعملي استشارة خاصة. ما بقدر أشرح أي شغلة على اللايف صراحة، يعني في كتير حكي بدي أحكي فما بقدر أشرحها على اللايف. كيف نحدد اتجاهات الأركان حسب باب المدخل؟ يعني حط البوصلة وحددي الاتجاه، حط البوصلة وحدد الاتجاهات بس. أحسن شيء سبليمينال لكل شيء، بس لازم طريقة صحيحة. أنا ما بستعملهوش، بشوف شو اللي راح زعلني في المنام. أوكي، قلت لكم هاي الفترة بالذات المنامات كتير واضحة، واللي ظلمك بيظهر في المنام، والناس اللي بتشتغل من تحت لتحت بتظهر في المنام، والحركات اللي من تحت لتحت مش حلوة بتظهر في المنام.
لكن ربنا كبير على كل هذه الأشياء. بخور اللافندر بيعمل تهدية للنفس، بتهدي هيك، بتروقي، بتحسي بسلام، برفع طاقة الأنوثة، رائع. أنا بعشق اللافندر بكل تفاصيله، إن كان زيوت، إن كان بخور، إن كان الشاي اللافندر، كله كله. في حتى بتقدروا تستخدموه في الأكل زي بهار. كيف أنشط الشمال الشرقي؟ حكيت قبل شوية، فيك ترجع إلى اللايف بس أخلص. ألم في الجسم خاصة الرجلين، الرجلين هي السعي في الحياة، لما بكون فيها ألم بكون في عندك مخاوف بتخص المال أو العمل. ليش حاسة الإضاءة كتير ضعيفة؟ أي وقت مناسب لبخور المرمية؟ قلت قبل شوية عن الأبخار، البخور أبخار، الأوراق، الأوراق السبعة للنوايا شو نعمل فيها؟ مش يوم 25، أنا ما حكيت يوم 25، قلت أنا 7 أيام. الخوف من التقرب للرحل للرجل، كيف يعني؟ كرهانة بيتي وبدي أسافر، شو الحل؟ حبي بيتك بتسافري. شو علاقة الأحلام بالحقيقة؟ الأحلام هو حديث نفس، الأحلام هو حديث نفس، بس مرات تجينا إشارات بالأحلام على أشياء معينة إنه لازم ننتبه عليها. لكن أغلب الأحلام اللي بتحصل بنشوفها هي مخاوف جوانا، الدماغ بيطلع لنا صور معينة إحنا بنكون قاعدين بندخلها على السبكونشس ومش حاسين. فين نشوف الفيديو كيف الست تصوم؟ إن شاء الله بنزل لكم إياه. كيف بنحدد اتجاهات أركان المنزل؟ حكينا تاريخ 25 بوابة يغلق الباب الطاقي. كيف ننظف طاقتنا بعد إذنك؟ مو بالبيت طاقتنا إحنا، أنا على طول طاقة سلبية، صار معي إجهاض. ستي الله يعوضك بالخير إن شاء الله. أنا أجذب نرجسيين وسبب مشاكل طفولة، كيف أغير الوضع؟ شوفي سبب جذبك للنرجسيين. كم هير مايلي، يلا كم كم، موف موف مايلي موف. أوكي، شوفي سبب جذبك للنرجسيين وليش بتجيبيهم لحياتك. هل أنت بتظلمي نفسك؟ هل حد في حياتك كان نرجسي قبل؟ هل أنت بتعطي مشاعر أو زي ما بنقول كيف؟ يعني النرجسي بيعرف يسيطر عليك فبيسحب منك انرجي. شوفي شو السبب. هل عدد سكان البيت يتأثر في الطاقة؟ وهل القطط والكلاب تعد من أهل البيت؟ كيف يعني من أهل البيت؟ ما بعرف كيف يعني القطط والكلاب من أهل البيت، وكيف عدد يعني عدد السكان؟ مش فاهمة سؤالك، كيف يعني كيف عدد السكان؟ مش فاهمة. هو زميلي وأنا مشكلة، أنتوا بتجاوبوا بعد ما أكون أنا نسيت. عفوا، بعد إذنك صار خصام بين أمها ونسوان إخوانها، وخلال حسيت أنه ماما ضلت وحدانية لأنه ما عاد حدا يجي يحكي معاها، وبتحسي بالزعل. طب يعني هي ما عندها صحبات، ما عندها حد حواليها، ما بتقدري أنت تاخديها تغيري لها جو؟ ما بعرف، يعني بحس انه انت بتقدري تغيري هذا الوضع. الانتقال لبيت جديد شو اعمل؟ حكينا، عندي كتير فيديوهات حكيت فيها لو دخلتي بيت جديد ايش تسوي، لو طاقة جديدة شو تسوي، كيف تنظفي الطاقة، كيف تحطي نوايا، كل هاي الاشياء حكيتها. كيف اعرف طاقة الانوثة منخفضة عندك؟ اذا عندك اوجاع في المنطقة العلوية من الجسد فطاقة الذكورة مرتفعة. اذا انت من الاشخاص اللي مش جاذبة لحياتك شريك مناسب كمان مرتفعة. اذا انت في العمل عندك شيء مثلا له علاقة
بصير عندك كتير خلافات، صوتك دائما عالي، هذا دليل انه ذكورة مرتفعة. كيف احصن اطفالها، تحصن اطفالها وبيتها وزوجها؟ حطي نية بالتحصين، بعدين شوفي دائرة بلون ابيض متلألئ حواليهم زي بابل او بنسميها هالة بلون ابيض، وممكن تقرأي حوالين الهالة آية الكرسي، ممكن تحطي نية الحماية أو تحكي أي دعاء له علاقة بالحفظ والحماية، أو تحكي تبرمجيهم باسم الله الحافظ. كيف أقوي الصحة بغرفتي؟ تشوفي اتجاه الصحة المناسب إليك وقوي. كيف أغير معتقد خيانة الرجل؟ شوفي إيش الخيانة بتعني لك، يعني ضلك اسألي 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 لحد ما توصلي للكور، شو الخيانة بتعني لك؟ بعد إذن حضرتك، علاج الديسكو ألام الظهر وعمر صغير، معي إصابة بالجنب تأزم. التأمل كتير بيساعدك، تأمل الصمت في علاج هاي الأمور. شنو؟ لأنه كل ما هديتي كل ما الأعصاب هديت، كل ما ظهرك ارتاح، كل ما شديتي كل ما شدت الأعصاب صار عندك أوجاع. وحافظي دائما على حرارة جسمك إنها ما تختلف. شنو حل مع ملابس تجيب النحس؟ ارميها، قطعيها وارميها. اي حاجة بتضايقك طلعيها من حياتك. ما عم يطلع لي شيء بالمنام، بنام نوم عميق. طب الحمد لله. كيف ابعد العين؟ تخافيش منه، انت اقوى منه. اللوندر عشق، بدي اسكن بيت جديد وشو اعمل؟ خايفة من زيارات الاقارب. مش ضروري يزوروكي، يعني مش اشي مهم، عادي. شوفوا يا جماعة، أنا ما تحسسونيش إنكم أنتم ما عندكوش سلطان على نفسكم. أنا اليوم مش فاضية، أنا اليوم مش جاهزة، أنا اليوم ما بدي أشوف حد، أنا حرة يا عمي. إيش فيه؟ اطلعوا من موضوع القرايب وموضوع إني أنا بحبش حد وبضطر وبيجوني الناس غص. حطوا لبيتكم سيستم، بيتي إله سيستم، أنا إلي سيستم. مش أي وقت أنا موجودة ومش أي وقت بيتي مفتوح. خلوا حياتكم فيها نظام. انا ما في اشي اسمه واحد يجيني من غير ما يكون ماخذ موعد من قبل، ما في هذا الكلام، ممنوع. بستقبلش حد، ما بستقبل حد مش موجود بيني وبينه اي اتفاق على الجاية. وبعدين اذا اتفق معي من اسبوع بده يأكد لي قبلها. انا هيك سيستمي، اللي عجبه اهلا وسهلا، ما عجبوش ما يجينيش، ما يعرفنيش، ما بفرقش معايا. المهم انا اكون مرتاحة. انا قلت لكم اول اللايف، انا بهمني اكون انا مرتاحة، ما بهمنيش غيري يكون مرتاح. مش قصدي اشي، بس انت اللي جاييني، يعني انت اللي حتيجي عندي. يعني انا يا اما بتكون انت على سيستمي، يا اما ما بتلزمنيش ما تجيش وتورينيش وشك. Who cares؟ محدش في الدنيا بيمشي سيستمه عليك. فهمتي قصدي؟ لما أكون أنا جاهز أن يستقبل فلان، ونفسيا وجسديا ومعنويا وماديا، أهلا وسهلا. أنا مش جاهزة اليوم، مودي مش مزبوط، بتكاش تيجي عادي، ما عنديش أي مشكلة. واللي مش عاجبه بالطقاق. يعني مش معنى أني أنا أكون إيجابي يعني أنا أكون والله حياتي متاحة للجميع، لا. حياتي إلها رولز، إلها قواعد، إلها قيمة. أنا عندي 1 2 3، شو هي أولوياتي في الحياة؟ 1 2 3. تيجي أنت في رقم 4، لو 1 و2 و3 خلصتهم أنت بتيجي، ما إلك مكان، ما إلك مكان، عادي. أنا في عندي أصحاب ممكن أقعد بالسنين ما أشوفهم، مش خلص أنا بطمن عليهم من السوشيال ميديا أو من الواتساب وانتهينا، خلصت. ما فيش إشي اسمه أني أنا مجبور اني استقبلك، او انت مجبور انك تستقبلني، او انا مجبور اني ارد هلا على التليفون مثلا. انا اجاني اتصال، انا ما بردش على الاتصال الا اذا شخص جدا قريب، والا اذا انا كنت فاضيه واللي ما بيعجبه ما يتواصلش معي، خلصت. كيف ابلش رحلتي في الوعي وانا لسه في الليفل زيرو؟ حاولي تسمعي فيديوهات، حاولي تعملي تأمل، حاولي تعملي تأمل الصمت، حاولي تكتبي مشاعرك، حاولي انك تشوفي، تكوني في اللحظة. والله اللي بيكون في اللحظة مش محتاج ولا كورس وعي، انا هيني بقولكم اياها. واللي بيعمل تأمل، كيف انظف طاقتي من ألم الماضي؟ اكتبيها وحرريها. بدي اجذب شريك والعمل، اعتقد انه الرجل خائن، كيف اغير هذا المعتقد؟
ما قلت لك شوفي سبب اعتقادك بال او او معتقد الخيانه اللي موجود عندك. ليش انت على تردد الخيانه؟ هل مريتي بتجربه سابقه؟ هل عندك حدا في العيله مر بهاي التجربه؟ بنات مكان ما تفترون من الفيس على انستا، تعالوا اشتغلوا ومن البيت. اوكي من فضلك ايش رسالة الاشخاص اللي دائما بحطوني في موقف انه نخاف عليهم؟ هذا بنسميه احنا دور الضحية، هذول مصاصين طاقة، عرفتي؟ انت بيكون عندك خوف وهذا اشي طبيعي، قلق. مرات الواحد بيقلق على الناس اللي بيحبها، بس حاولي انك انت ما تطلعي مشاعر كتير، يعني ما تستبقيش الاحداث. شفت التليفون مسكر، ما تستبقي الاحداث انه صار اشي، عرفتي؟ قولي وكلت امري لربنا في الموضوع. ساكنة في بيت جديد من 10 سنين وانا مش مبسوطة. ساكنة في بيتي الجديد من 10 سنين، هو جديد صار من 10 سنين، مش فاهمة. نظفي طاقة المكان، غيري الانرجي بالمكان عن طريق تغيير الاثاث، تحولي اماكنه، يعني شوفي ايش، ازرعي، حطي شجر. كيف ننظف طاقة مكان مشروع جديد؟ بنفس الطرق اللي بنزلها على الريلز. عدد الاشخاص بالبيت بتأثر على طاقة البيت؟ ما فاهمة سؤال عدد هذه، معلش. فعلا اذا سمينا القطط على اسم معين مثلا فرح ولا رزق، هذا الاشي صح، هذا الاشي حقيقي. اي اسم بتحطيه له ذبذبة بياخد من هذه الذبذبة. الناس كلها بتكرهها رغم انها تتعامل بحسن مع الكل، هل في سبب؟ انك بتعطي الناس قيمة اكتر من ذاتك. كيف احافظ على ذاتي من التغيير من تأثيرات الطاقات السلبية وبالذات اللي بتجيني من الاهل؟ ركزي في حالك وما تركزيش في الطاقات السلبية، ركزي في حالك، ما تتأثريش بسهولة، ما تخليش الناس تتأثر عليك بسهولة. انا بحياتي نرجسيين وهذا اثر علي، هو زميلي وياي. اوكي سمعنا. كيف اغير شعور اني انضحك علي؟ هو فعلا انضحك علي وتنازلت عن ورث. نزلتي يعني ما بتقدريش ترجع عن هذا التنازل لزيادة الرزق والمال، يعني يمكن ربنا يعوضك باشي تاني ما بتعرفي. وانا ما بقدر اجاوب في اشي انا ما بعرف تفاصيله كمان. كيف احافظ على حالتي طاقتي من الطاقات السلبية اللي تأتي من الاهل؟ هذا حكيناه كله. اسم هبة نهاية مو زينة. ليش يا حبيبتي؟ ليش اسم هبة نهاية؟ من وين جايبة هذا الكلام؟ اسم هبة عمره ما كانت نهايته، مش هبة، من الله. الله اللي بيعطي والله اللي بيهب، وهبة دائما وجودها في بيت اعرفوا انه وجودها فعلا هبة من ربنا. هذا كلام فاضي اللي انت حكيه. شو سبب اوجاع الراس من الامام والظهر؟ اوكي انا سمعت انه الاسم ما يصير ينكب بالزبالة، يجلب الاشياء السلبية. انا ما حكيت كب اسم بزبالة، انا بقول الملح، الليمون، الملح والمي تنكب بالزبالة هاي الاشياء. طب اذا في ناس كل يوم جايين وداخلين وخسرين نفسهم في كل صغير، والله انت اللي سمحتي لهم بهذا الشيء، شو يعني يكوني في اللحظة؟ يعني لما تكوني هلأ قاعدة استشعر التفاصيل، استشعر انك قاعدة على الكنباية، انك قاعدة مثلا، انا قاعدة باللايف تفكيري معاكم، مستشعرة رجلي وهي قاعدة، مستشعرة المكان، مستشعرة كل شيء، مش اكون هنا ومخي في مكان تاني. عرفنا شنو اليوم ايش العلاج؟ ممكن تاخذي جلسات لعلاج الياف الرحم، عندي الم بسفل الظهر. اوكي خلينا نمشي. اوكي ما فهمت ايش يعني تسميت، يعني لما انا يكون عندي حيوان واسميه لوكي او اسميه هابي ولا اسميه ايش ما اسميه، حيعطيني الانرجي اللي انا اعطيت انرجي الاسم اللي سميته اياه، بس بكل بساطه.
انا مش قاعده بحكي على طاقه الاسماء. انا واحده بتقول اسم هبه اخره مش منيح. ليش اخره مش منيح؟ لا حبيبتي، مين اللي حدد انه اسم هبه اخره مش منيح؟ نهايته مش منيحه، الله لا يقدر. اسمي سماح. ما حبيبتي ما بعرف، انا ما بتكلم. هي واحده بتحكي على اسمي، انا رديت ما بقدر ارجع لاني تنازلت عند الطابو. حاجه للتنازل، ما بعرف اذا بنفع تعملي طعن في الموضوع ولا لا، بس اذا ما بنفع استعوضي الله وشوفي ربنا من وين حيفتح لك باب يعوض عليك اكثر ما انت للشيء اللي انضحك عليك. خلينا نقول فيه كيف احافظ على طاقتي وما اخليها تتاثر بشيء. برجع بقول بدك تحافظي على طاقتك، بدك ترفعي وعيك، مارسي التامل، الكتابه، التنفس، حاولوا قدر الامكان تكونوا زي ما قلت موجودين في اللحظه. احسبوا حساب لما انا احكي الكلمه اعرف ايش اللي احكيه ومتى احكي، ما اعطي مشاعر لايش مكان، ما اطلع طاقتي لايش مكان. انا اشوف رقم 11 كثير، وامن انه الملائكه حوالينا. حياتك ملخبطه، في بوابه ان شاء الله بتفتح لك جديد، بوابه خير، بس تشوفي هذا الرقم قولي يا رب. تمام يا جماعه. والله اسم هبه جميل. ليش تحلم بشخص متكرر بشكل متكرر؟ احيانا تحلم باشخاص بشكل متكرر، يا اما في اشي بدك قصه تغلقيها معاه، او هذا الشخص بفكر فيكي، او في شيء بينكم الحبل الطاقي عن طريقه بصير. لما الحبل الطاقي بصير تناقل للطاقه بينكم وبين بعض. ايش هلا كان؟ بس اخسري ايش رقم 19. رقم 19 طاقته كتير حلوة لعلمك، يعني 9 1 10 18 19 16 أرقام جميلة، كلها أرقام حلوة. تمام. كل إشي واضح إن شاء الله. بنزل لكم إيش الشيء اللي أنتوا حابين أنزل لكم عليه ريلز، لأنه أنا صراحة يعني نزلت على كتير شغلات، في أشياء معينة أنا ما قلت لك تقبلي النرجسيين، أنا بقول لك إذا بتقدري تقطعيهم اقطعيهم، أو إنك ما تسمحي لهم إنهم يمتصوكي. النرجسي بيمتص طاقتك، النرجسي انت بتضلك تسمحي انك تبعثري طاقتك امامه. ليش بيجيك النرجسيين؟ لانك انت يا اما ما بتقدري عليهم، او انك بتسمحي لهم انهم يسحبوا الانرجي. امنعي سحب الانرجي، ما تتعطيش. النرجسي لما يطلع قدامك ما تعطيه مشاعر. عارفه ايش تسوي للنرجسي لما يزيد فيها؟ فخمي فيه، ضلك كبري فيه، برتاح نفسيا، ببطل يتنرجس عليكي. خلصت القصه بكل بساطه. كل إنسان إله طبيعة. هلأ أنا مثلا خلينا نحكي عني، أنا كشخص في موجود حواليا النرجسي، موجود حواليا دور الضحية، موجودين كل الناس. إيش بسوي؟ أنت دور ضحية؟ أوكي. بصير يحكي ويشكي ويشكي ويشكي، تمام أوكي. يا بغير الموضوع، يا إما إني أنا إيش بقوم من المكان، أو إني أنا ما بسمح للطاقة انها تتعدى حدود كلامه. ما بتوصلني. كيف ما بتوصلني؟ بقعدش اطلع مشاعر. النرجسي كذلك، لو كان مزاجي رايق بفخم فيه، بكيف النرجسي، خلصت الفيلم. او انه مثلا بصير بده يعلى معايا بنسحب، مش خوفا منه، لكن عشان ما اسمح له يتمادى وما اسمح لنفسي اتأثر. خليني اقول مثلا المضطهد لما يجي بده يبدا يضطهد، بعض بالكات على طول بعمل كات للحوار، ما بفرقش معايا ايش بدي يصير بعدها، بعمل كات مباشرة. روحوا على اليوتيوب وشوفوا عندي على اليوتيوب عن مصاصين الطاقة كيف تتعاملي معهم. يعني انت اللي بتسمحي لهذه الاشخاص انها تتعدى عليك. انت لما تكوني حاطة رولز عندك، تكون طاقتك واضحة امام الاخرين، حاطة انا لنفسي باوندريز، مش الناس بتقدرش تدخل، بتقدرش تسحب ايش. فهمتي؟ طيب طلع فوق على الآخر.
هل الطاقه بتكون منخفضه لحد فبراير؟ ليش منخفضه يا جماعه؟ ما قلتش الطاقه، ما تقولوني اي شيء انا ما قلته. الطاقه جدا مرتفعه، بامكانكم انكم تتجلى عندكم امور كثيره. ما تقولوا اشياء انا ما قلتها. طاقه ابدا مش منخفضه، الطاقه جدا عاليه مولعه نار. اللي بيعرف يستفيد منها يستفيد. انت اللي طاقتك يمكن منخفضه، فبتصير بتجيك الطاقه فبتقوم ايش طاقتك بتنخفض زياده. شرحت في بدايه اللايف، اللي حضر حضر، اللي ما حضر بامكانكم تشوفوا. اشياء تساعد على فتح القسمه، انا هنا لا شايفاني بفتح بالمندل ولا انا مشعوذه. لا تكلموني على هذا الكلام، ما بحب اسمعه على فكره، ما بحب اسمعه. تقولي لي جلب الشريك وجلب الحبيب، انا مالي دخل في هاي الافلام. اوكي، اذا كنت انت نرجسيه حلي عاد مشكلتك، ايش بدنا نعمل؟ عادي اي واحد فينا ممكن يكون يا جماعه مصاص طاقه. اذا انتبهتي لهذا الشيء ارجعي خطوات ستيب باي ستيب لورا. اذا انت كنتي مضطهده بلشي تشوف. ليش انا بقولكم كونوا في اللحظه؟ لما بتكونوا في اللحظه بنتبه، هل انا كلامي في اضطهاد للاخرين؟ هل انا عندي طاقه نرجسيين؟ هل انا عندي طاقه اني انا دور الضحيه؟ هل عندي هذا الشيء؟ لما بكون في اللحظه بكتشف مين انا، بعرف مين انا، فبعرف اضبط الخلل. هل في اشخاص لما نكون معهم بيسحبوا طاقتنا؟ لما انت تكوني سايبه طاقتك اه في ناس بتسحب طاقتك. لما انت تكوني هيك مبعتراها الناس بتسحب. اوكي، انا مش مفسره احلام الله يخليكم، انا حكيت كلمه واحده انه هاي الفتره الطاقه عاليه، ممكن الاحلام تكون فيها اشارات لكم. ما بعرفش ايش الاحلام، وبامنش صرت بتجذب بتفسير الاحلام. مش معقول تفسير احلام انكتب من مليون سنه كل الناس لهلا ماشي عليه. هي عباره عن وعي جمعي، كولكتيف اويرنس، الناس حاطاه في بالها. اوكي، اظن الاسئله هيك اكتفينا منها. نشوفكم على خير وتصبحوا على خير.